يا هلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامجكم ساعة إلا. اليوم موضوعنا من المواضيع الحساسة واللي تحتاج أن نتكلم عنها بشكل مفصل علشانك أنت عزيز المشاهد، لأن كلنا نحتاج شعور أن نحب وننحب. ممكن يتحول هذا الشعور أحياناً لمشكلة عند بعض الأفراد، لما يبتدي هذا الشعور الجميل يتحول إلى إدمان وتعلق بالأشخاص والأشياء من حولنا، ويصير بهذه الحالة عائق في تطور حياتنا ويمنعنا من اتخاذ أي قرار، ونصبح أسرى الخوف من خسارتهم. والسؤال اللي يطرح نفسه، هذا الشعور طبيعي ولا شعور مرضي ويحتاج علاج؟ راح تعرفون كل هذا بعد ما تشوفون معانا موضوع حلقتنا في هذا التقرير، ونرجع لكم. يعتبر اضطراب التعلق المرضي من الاضطرابات الشهيرة في العالم، وقد تعاني منه دون أن تدري، فهو اضطراب لا تستطيع كشفه بسهولة أو إثبات إذا كنت مريضاً به بالفعل أم لا. ويعد التعلق المرضي حالة عاطفية يصاب بها بعض الأشخاص، وعادة ما تكون مرتبطة بروتين الحياة اليومية ونمط تصرفاتنا مع الأشخاص وسلوكياتنا، مثل التعلق بأحد الأصدقاء بشدة، وهذه الحالة تعتبر أحد الاضطرابات النفسية التي ليس لها علاقة بالحب، بل يكون الأمر قهرياً وقد تكون خاضعاً لظروف نفسية حدثت لفترة من الوقت. وينتج عن هذا الاضطراب عدم تقدير للذات وبعض التصرفات والسلوكيات غير المقبولة، والتي قد تتسبب في ضغوطات نفسية وعصبية للطرف الآخر. رجعنا لكم مشاهدينا ومعانا زملاء، يا حييهم. يا هلا فيك دكتورة نادية الخالدي. اهلا وسهلا. الله يسلمك. دكتور حمد الطيار، يا هلا فيك. يا هلا، مرحبا فيك. جاهزين حق حلقتنا اليوم؟ جاهزين اكيد. طبعا في البداية قاعد نشوف، يمكن احنا شفنا في التقرير عن التعلق، انا ودي نعرف اول شيء ونوصل شيء معلومة خفيفة بسيطة حق المشاهد، شنو هو التعلق؟ طبعا التعلق هي مرحلة عاطفية غير مكتملة النضج، يعني مرحلة إن هي زايدة عن اللزوم في كل شيء، زايدة عن اللزوم بالخوف، زايدة عن اللزوم بالحب، زايدة عن اللزوم في القلق، كل شيء فيها زايد. عشان كذي هو انتقل من شعور طبيعي اللي هو الحب أو الخوف أو القلق إلى شعور غير حقيقي ووهمي، ودائما يؤدي إلى المشاكل النفسية والمشاكل الاجتماعية أيضا، لأنه هو يعني يؤدي لكثير من الخلافات. وكل شيء يبدأ بحب ثم بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة التعلق، لابد أن ينتهي بنقطة الانفصال أو البعد أو النهايات الصادمة. دكتور قل لي شنو هو التعلق بوجهة نظرك؟ يعني لازم المشاهد يعني يكون عنده إدراك ووعي أن احنا قد نكون مختلفين في الرأي. طبعاً. أنا دكتور نادية بالنهاية كل واحد يأتي مدرسة مختلفة ومن رأي مختلف. إحنا قاعدين هني نشرح صح. الأمور نعم. من كل وجهة نظري. فعلاً. يعني أنا وجهة نظري نعم. غير عن وجهة نظرك غير عن وجهة نعم. نظر الدكتور. يعني أنا أتفق باللي تفضلت فيه دكتور نادية تماماً، بس يمكن الجزئية اللي شوي أختلف فيها اللي هي قد يعني إذا زاد الأمر قد يكون الأمر يعني غير حقيقي. أنا ما أقول غير حقيقي، أقول إلى درجة مرضية يصبح الأمر فعلًا مرض. ما يصبح قد يكون حقيقي إنه في مشاعر، ولكن المشاعر هذه مرضية تنعكس بشكل كبير، يعني الأمر يكون زيادة عن الحد المطلوب منه في العلاقة، إذا كانت علاقة حب، علاقة زملاء، علاقة أخوة، أيا كانت شكل العلاقة، إذا الأمر زاد عن المعدل الطبيعي يصبح هناك مرض، يصبح هناك التعلق المرضي. اللي أنا أبي أوصله ويمكن أرد أعيده في كل جزئية وكل فقرة من فقرات البرنامج، تايتل كبير او عنوان كبير نبدا وننطلق منه لكل شخص قاعد يشوفني الان بالتلفزيون وقاعد يتابعني ورا الشاشه، ان كل علاقه هو صفحه من كتابك. لا تجعل هذه العلاقه عنوان كتابك. صحيح. في كل علاقه هي صفحه من الكتاب هذا. صحيح. متى ما صارت العلاقه هذه هو عنوان كتابك، اصبح انا جل حياتي هي العلاقه هذه، نقول وصلت إلى التعلق المرضي. التعلق اللي يصيبك بكثير من الأمور السلبية. فدائما كل علاقاتك هي صفحات الكتاب، الصفحة هذه ممكن أنت تصفحها وترجع لها متى ما تبي. متى ما كان عنوان هذا علاقة أو كانت العلاقة هذه عنوان لكتابك، أصبح هناك تعلق مرضي. إذن أنا أشوف أن هذا التعلق عبارة عن إدمان، إدمان الشعور. نعم. ولا تعريف كذي أساسا. إدمان الشعور اللي ناتج عن
مادة، يعني أنا أدمن شعور ناتج عن مادة أو عن شخص أو ناتج عن فكرة. يعني أحياناً إحنا ندمن الشعور اللي ناتج عن الفكرة، في النهاية هو إدمان. فشعور التعلق هو الإدمان. نعم، والكلام هذا كلام سليم، ومثل ما ذكرنا هذه هو أحد التعاريف. إحنا لما نتكلم عن الأمور النفسية والأمور الاجتماعية هي ما هي قاعدة ثابتة، مو مثل الأمور الحسابية 1+1=2، هذه حقيقة ما يكون تغييرها. صحيح. أما في الأمور النفسية نرجع حق آراء وأفكار واعتقادات ونظريات ومدارس مختلفة تماماً، كل واحد يؤمن بفكرة وبنظرية ويؤمن فيها ويسير فيها. ولكن أتكلم أنا على موضوع الإدمان. نعم، يعني وإحنا الحين لما نتكلم كلمة إدمان دائماً تصل لأذن المشاهد أنه هو شيء سلبي، انه هو ادمان لامر مثلا ادمان، وهذا امر وارد، امر المخدرات. الادمان ترى كل شيء انت تدمن عليه، الكاكاو لما تاكل كاكاو وايد صح ادمان، المشروبات الغازيه ادمان شعور، اي المشروبات الغازيه ادمان، لما تاكل وجبات سريعه ادمان. فلما تكثر او تعمل الشيء هذا بشكل متكرر بشكل فوق المعدل الطبيعي يصبح هناك ادمان. مثل ما تفضلت موضوع الشعور ادمان، لما ادمن الشعور هذا واصبح انا الشخص هذا يعني اصبح انه هو جل حياتي، هو المحور الأساسي ينطلق منه، إذا زعل أو زعلت منه يتعكر يومي كله، ويومي كله يكون سيء، ما أقدر أفصل، هني يكون الموضوع إدمان ويفترض يكون له تعامل بشكل أفضل. وهذا منتشر عند الأمهات بعد. نعم. بشكل الأم، يعني كثير الأمهات تفتخر أن عيالها متعلقين فيها. أنت قاعدة تهدمين شخصياتهم. صحيح. أنت قاعدة يعني تعلمينهم شعور، يعني أرد وأقول ما خالف معي معنا دكتور حمد يختلف معي، أن شعور غير حقيقي. ليش هو شعور غير حقيقي؟ أن أنا حياتي كلها مو عيالي، حياتي كلها مو زوجي، حياتي كلها مو عملي. فالتعلق أن أنا أبني حياتي كاملة متكاملة على شخص أو على شيء أو على شعور أو على يعني حتى مقتنيات، في ناس متعلقين مقتنياتهم طبعاً. ملابسهم من سنين موجودة وعندهم يدش عند الاضطراب الاكتناز، متعلق في أنه يشتري بس أشياء ويقتنيها ويخشها. فإذا كل شيء يعني هو ويعني مخالف للاتزان الموجود في العالم، فإذا هو اختلاف. أنا أكد عليك وأختلف معك في نقاط وأكد عليك مع نقاط. ليش إحنا نتعلق؟ لأن إحنا نزيد الاتصال، لأن إحنا نعطي أكثر من اللازم. صح. لأن إحنا نؤمن أكثر من اللازم، لأن إحنا نعطي طاقة وإيمان وعمق ومفاهيم في هذه في هذا الشيء أو هذه الفكرة أو هذا الشخص أكثر من اللازم. صحيح. يصبح هني مثل ما قالت إن التركيز وهمي، هو حقيقي، لكن انه هو مفروض ما يكون كل حياتي مثل ما قلت جل مرضي. حياتي نعم نسميه احنا، يعني احنا الفكره اللي مختلفين فيها مو مختلفين ان شاء الله، احنا بالنهايه فيها هراء. انا اسميه مرضي. مرضي لانه هو لما يكون امر يعني غير حقيقي قد يكون هو غير موجود تماما. اما لما اقول مرضي هو موجود ولكن اكثر من المعدل الطبيعي يصبح مرض. وهنا قاعد نتكلم احنا على يعني علاقات زواج، علاقات صداقات، علاقات حتى ام مع ابنائها. يعني وانا عندي امثله كثيره، على سبيل المثال لما تفضل دكتور نادي على الام وابنائها، ترى الام لما تشير فتره الاونلاين، ترى الام اللي تحل واجبات عيالها وتدش على الامتحانات وتحل الامتحانات، ترى انت ما سويت شيء زين. طبعا انت اسأتي لابنائك في هذا الامر. طبعاً. وانا اعرف يعني عندي حالات كثيره، يعني ام تقول لي انا ما اعرف ولدي ما اعرف ما حل عنه الاختبار او ما حل عنه الواجب. الولد تعتقد ان هذا حب. اي والولد للاسف انه صار خلاص صار في اعتماد على الام، ان انا اي من الامتحان اي من المدرسه اقط الاقراض او اقط الكتب، امي تحل الواجب، امي تدرس عشان تدخل تحل كمكان اونلاين، امي تسوي كل شيء. الحين الموضوع انتقل لموضوع الدراسه عشان الان بدا الموضوع اختبار الواجبات، الام تحل الواجب تسوي جدول الضرب تسوي كل شيء تعطي حق ولدها في الجنطه، الولد ما استفاد. فهذا الامر اذا الامهات يعتقدون ان هذا الامر زين، ابدا ما هو زين، هو طبعا. تعلق مرضي او تحاول تعبر عن حبها، بس التعبير هذا ترى انت ما فتي، انت ضريتي. لا وهذا ما له شغل بالحب. صحيح. يعني تعتقدين دكتوره فعلا هذا التعلق يعتبر نوع من انواع الامراض؟ الاضطرابات اي طبعا هو نوع من انواع الاضطرابات، لكن هذه الاضطرابات المتعلقه بالتعلق ما في لها وصف تشخيصي واضح، لان الاهتمام فيه وايد ضعيف. لكن ان في اختلاف بالمفاهيم، يعني احنا عندنا ما نعرف الفرق بين مفهوم الارتياح ومفهوم العشق ومفهوم الحب ومفهوم التعلق ومفهوم يعني احنا في كل علاقاتنا احنا نرتاح حق الناس، لما نرتاح حق الناس نحس بالنا ان احنا نحبهم، احنا مرتاحين. شنو يعني مرتاحين؟ انا مرتاحه مثلا مع فلان بالشغل، انا مرتاحه مع فلانه مثلا ان تكون تساعدني في هالامر، بس هذا لا يعني مثلا ان انا مرتاحه مع شخص ان في علاقات الزواج اني اتزوجه، او ان في علاقات صداقه ان يكون صديقي المقرب. فالارتياح مختلف عن المشاعر الاخرى. يعني احنا اول شعور يبدي عندنا في الحياه هو شعور الارتياح،
ارتاح حق مكان، ارتاح حق شخص، ارتاح حق سالفه اسولفها، ارتاح حق مكان نعمل فيه مع بعض. بس ما ادمجه مع شعور، يعني الحب علاقه، الارتياح شعور. فلما انتقل لمرحله الحب، اذا انا انتقل على علاقه الحب، الحب الحقيقي هو شيء يعني انا احبك بعيوبك. انا ما اقول ايش تغيري عشان انا احبك، ولا اقول ايش تشكلي عشان انا احبك، ولا اقول ايش تصنعي عشان انا اقبلك. لا، الحب ان انا اقبلك مثل ما انتي، اكون سعيده معك، بدونك انا سعيده، انا حياتي موجوده. فعلا هذه نقطه مهمه، ان انا بدون سعيده ومعك سعيده. بالضبط. فالناس اللي هني الحب هذا ان انا مكتمله مع نفسي واتشارك معك. دكتور، تعتقد شنو هي اسباب اللي وصلت الانسان لانه يوصل مرحله التعلق؟ شو اللي يخلي الانسان يوصل لهالمرحله انه يتعلق؟ اكيد في وراها اسباب. نعم، اختلاف نوع العلاقه، بس تكلم خلينا نتكلم عن علاقات الدارجه والاكثر، هي علاقات الحب مثلا. انا ابعد عن الحب دكتور، انا أتكلم الاسباب اللي تخلي الانسان يتعلق في اي شيء، سواء كانت وظيفه. نعم. ولا شخص ولا whatever. انا ليش قلت الحب؟ عشان اقدر اربطه يصير سهل كمثل، يعني كمثال، ويصير سهل على المشاهد انه يفهم شنو قاعد اقول او شنو قاعد نقول احنا. لما يصل الشخص هذا اللي انا بتملكه، ابي املك الشخص هذا. ليش ابي املكه؟ طيب لان احبه، يعني معتمد عليه بشكل كبير، يوفر لي كل الامور. أيوة. كل الشعور. وصلنا. نعم. دكتور مهم هني. ليش احبه ومتعلق فيه؟ لانه قاعد يوفر لي. نعم. في امور ماديه قاعد يوفر لي اياها. نعم. سواء كانت ام ولا زوج، قاعد يوفروا لي مثلا شعور الحب، قاعد يوفروا لي الماده ممكن. نعم. في اولاد معتمدين على اهلهم في. نعم. الفلوس. صحيح. معتمدين على اهلهم في المسكن. صح. معتمدين على اهلهم في انهم يعطونهم شعور الحب مثلا. إيه؟ ما في مصادر ثانيه، قاعد معتمدين على هذا المصدر اللي يوفر لهم. بس احنا نصل لاشخاص اخرين، مثلا لما نقول والله عندي انا مثلا مجموعه احتياجات. كل احتياج عندي هالشخص هذا يوفر لي حد تشيك ليست. صح. اوكي. مثلا احتياج المال عنده. تمام. احتياج المشاعر عنده، احتياج. تمام. الحنان عنده، تك 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 تك، كل المشاعر هذه كلهم يوفر لي اياها. هي انتقل انا من مرحله اني انا احب الشخص واحبه حيل الى مرحله التعلق، او اني ابي املك الشخص. تملك. لما املك الشخص. صح. ابي شنو؟ ابي يكلمني، ما بيكلم غيري. ايه؟ ابي يكون خوف. ابي يكون اخاف انه ممكن شخص اخر يعني ياخذه. فابي يكون الشخص هذا حتى مع ربعه، مثلا نتكلم مثلا علاقات الزواج، مثلا البنات مثلا او الزوجات. تكون مثلا الزوج هذا تخاف انه مثلا حتى علاقته مع ربعه بالديوانيه او علاقته مع اصدقائه، ما تبي يسوي ولا شيء، تبي يكون معاه. وانا هني اكد على نقطه وايد مهمه، نصيحه لكل شخص او لكل علاقه، زوجين، صديقين، اي نوع من انواع العلاقه، حتى مع الاهل. نعم، اتكلم انا اي علاقه، اي علاقه بين اي شخصين. يا جماعه، موضوع المساحه وايد مهم، نجاح اي علاقه هي المساحه. صحيح. المساحه انت هناك وانا هني، نلتقي في النص، بس لا تجيني كلك ولا يجي كلي، نخلي فيه هذه المساحه هي المريحه، المساحه هي اللي يرتاح فيها الشخص ويتحرك فيها بارتياح، وهني تكمن نجاح العلاقه. أحسنت. في المساحه. أحسنت. المساحه مهمه جدا، وانا اقول اذكى العلاقات بين اي اثنين اللي يكون فيها مساحه لك خصوصيتك، طلعي مع رفيجاتك السانسي، وما تروحي مطاعم، طلعي مع رفيجاتك السانسي، انا كذلك اطلع مع ربعي، اسافر، اروح وارجع، يبقى بيننا الثقه، يبقى بيننا شيء رابط اساسي. وبعدين موضوع ان احنا نلتقي مشاعرنا موجوده، بس متى ما بدت المساحه هذه تطغى، الزون لاين مالتي النار بدات تعدى عليه، هنا يصير الموضوع في توتر، عندك مساحه، حتى وانت قاعده في البيت. صح. مسكي تليفونك وقعدي، شوفي التلفزيون على راحتك، اشعري بشعور طبيعي، هذه المساحه دائما تولد يعني الثقه والراحه، وتخلي بينهم انسجام اكبر. فدائما انصح اي شخصين، يا جماعه موضوع المساحه هي اساس نجاح العلاقه. دكتوره، ليش في تملك؟ ليش الانسان لما يبتدي يحب يبتدي يخاف انه يخسر اللي وياه ويبي يتملكه؟ ليش؟ هي اساسا تبدي من الطفوله. يعني لما الام تربي عيالها، او مسؤول الرعايه، او الشخص المعني في التربيه، يربي هذا الطفل، يعلمه ان انت كل شيء تبيه تحصل عليه. انت ما تختبر نفسك ان انت تفقد الاشياء. احنا دائما احنا تعلمنا في الحياه كيف نحصل على الاشياء، ما حد علمنا شو نسوي اذا فقدناها. مع ان قانون الحياه يقول لك ماكو شيء دايم في الحياه. طبعا. لو شنو تحب راح تخسر، لو صح. شنو عشان كذي احنا نقول نستقل اللحظه مع احبابنا. انا اتصرف مع كل شخص انا عايشه معاه او كل شيء انا احبه كانه اخر شيء. يعني انا عندي قاعده في حياتي،
دائما لما اسافر مكان كانها اخر سفره. اروح تعيشين اللحظه فيها يعني اخر شيء يعني تعيشين اللحظه فيها لانك ما راح ترجعين. حتى لما اقعد مع شخص احبه، مع والدتي الله يحفظها، ومع اي انسان انا احبه، عامله كان هذه اخر لحظه انا بشوفها. ليش؟ عشان اقدم انا احسن اداء في هذا الموضوع. اما لما احنا نحس ان الحياه دائما، الحياه ما هي دائما، فهذا قانون لازم نستوعبه، عشان حتى يعني لما تصير عندنا حاله وفاه، حاله مرض، نستوعب ان هذه الحياه هذا سيناريو. مهما سويت رياضه، مهما راح تموت بصحه جيده. صحيح، قانون. الفكره الثانيه ان انا لما اربي هذا الطفل اربيه انه هو يعني انت تمتلك، لكن انت لازم تشارك الناس في هذا الامتلاك. يعني اعلمه ان انا كأم هذه مساحتي، تمادش غرفتي على كيفك، انت تضرب الباب. اعلمه ان هذه مساحتك انت مع حالك، هذه غرفه اخوك، انت ما تتجاوز، ما تحاول انك تمتلك كل الاشياء. حبيت شخص تحبه في تواجده معك، راح عنده وايد اصدقاء، صديقك مو صديقك بروحك. صحيح. صديقك صديق الجميع. فلما الطفل من هو صغير يتعلم المشاركة راح يكبر على هذا الشيء. صح. لكن لما يتعلم أن هذه أغراضي، هذه أصدقائي، لا تحاكي رفيجي، لا أخواني ما بي أحد يسولف معاهم، أمي ملكي، أبوي ملكي، اللعبة مالتي أنا بروحي، حتى اللعبة مالتي، حتى ألعابة. لما ما يشارك فشنو؟ أنت من هني تصنع شعور التعلق، يوقف هذا الشعور لين تكبرين. إذن من البدايات لازم الأهل يهتمون عن تربية أولادهم، إن شلون يعلمونهم الحب من غير التملك، الحب لأجل الحب. صحيح. من غير ما أني أربي فيه ملكة التملك، علشان في النهاية راح يخسر ولدي. يعني أنا لما أعلم ولدي على التملك أنا راح أخسره. راح نطلع فاصل ونرجع مرة ثانية مشاهدينا، نطلع هذا الفاصل ونرجع لكم مرة ثانية، خليكم ناطريننا. ورجعنا بعد هذا التقرير وشفنا يمكن عن التعلق الطفل كيف شلون بداياته، مثل ما قلتي دكتورة أن الأطفال وتربيتهم والتعلق يبتدي من الطفولة. نعم. دكتور قول لي. نعم، يعني كلام دكتور نادي كلام سليم جدا، وتفضل دكتورة تكلمت عن موضوع كيفية التعلق، كيفية نشوءه من الصغر. يعني أتكلم حتى نصيحة لي أولياء الأمور في موضوع يعني بسيط، الألعاب اللي عند الأولاد دائما علمهم مشاركة. مشاركة. كان عندهم إخوان نفس العمر أو قراب العمر، علم أنه يتشارك اللعبة هذه مع اخوانه او مع المقربين منه. حتى مثلا موضوع العاب الجيمز، الحين مشتار عندنا العاب الجيمز، البلاي ستيشن او الايباد او الجيمز، هذه دائما اخذ العاب فيها مشاركه، الطفل يتشارك مع اخوانه، العاب اللي فيها ما يكون فيها تنافس كثر ما يكون فيها تعاون، من اجل عدم مثلا مو والله سباق سيارات تسابقون مع بعض، لا، يكونون مع بعض فريق واحد اذا كره قدم او لعبه معينه فيتشاركون. دائما الموضوع هذا لما يخلق في البيت يخلي عنده روح المشاركة مع أخوه أو مع المقرب منه، من أجل أنه أنا أحاول يعني ألغي شعور معين اللي هو شعور الأنانية، وأن الشخص يتملك، وأن الشخص يعتقد أن الشخص الشيء إذا حبه يتملكه يكون حقي أنا بروحي، خلاص ألغي كل شيء ويكون حقي أنا. طبعا لما نتكلم عن شعور بسيط مثل اللعبة أو مثل، ينشأ بعده شعور أكبر واللي هو شعور أنا أتملك الأشخاص، أمي حقي أنا مو حق أخواني، أمي تبني الحين حقي أنا، أبوي لما بيطلع الجمعيات يطلعني أنا، يوديني أنا ويخليني دائما أستانس. بعدين ينتقل الشعور هذا في المدرسة، صديقي هذا أبي حقي بروحي، أو صديقتي هذه حقي بروحي، لا حد يكلمها، لا تكلمين أحد، يبدون حتى يعني يمكن حالات كثيرة تجيني مثلا والله البنت تكون زعلانة لأن رفيجتها الخاصة كلمت وحدة أو طلعت معاها. صح. بدون ما تقول لي. صح. فهني يبدا الشعور هذا بشعور بسيط، ترى يمكن قد يكون اولياء الامور يعني يستخفون بالبدايات، ولكن ترى يعني شفتوا الجبال، هذه الجبال الكبيره ترى مبنيه من حصى او بنت من حصى صغير من رمل. صحيح. ذرات رمل صغيره، فلا يعني لا 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 تستحقر شيء صغير، لان الشيء الصغير هذا الجبال الكبيره ترى بنت من اشغال من شغلات صغيره. الشعور هذا متى ما بدا يسيطر عليه في مرحله مبكره، عشان ما يتفاقم في مرحلة مبكرة أحاول أسيطر عليه، بعدها ينتقل حق المدرسة رفيجاتي الأبلة، بعدها ينتقل لمرحلة أكبر، يبدأ الأشخاص، يبدأ ينفتح العالم الخارجي، بعدها يكون موضوع الشعور هذا أكبر. متى ما أنا ما سيطرت عليه في مرحلة مبكرة إذا كبر. صح. يصبح صعب. دكتور أنا بيعلق على هذا الموضوع، أن المراهق والطفل مثل ما قلنا المشكلة أن الأمهات هم الأكثر تعلق في أطفالهم. صحيح. يعني هم قاعدين يوصلون هذا التعلق للأطفال. نعم. ومن خلال تعلقهم في أطفالهم قاعد يصير عند الأطفال. فعلا. تعلق. دكتورة ليش الأمهات كذي متعلقين ومرتبطين حيل بعيالهم؟ طبعا هذه كارثة نفسية، اللي أنا أربط كل شيء
في حياة عيالي. أساسا في أمهات ما عندهم رفيجات، صح، ما عندهم مجتمع خارجي، وتهمل أيضا الزوج عشان والله أنا بربي عيالي وبهتم فيهم. لا، أنت قاعد تخربينهم، أنت قاعد تهدمين شخصياتهم، تهدم حياتها بعد. أي حتى يعني مشكلة بسيطة ولدها يطيح فيها، هي تشيل المشكلة وتدور إن هي شلون تحلها. مو وظيفتك إنك تحلين المشاكل، وظيفتك إنك تعلمين ابنك مهارات حل المشاكل. ولما يطيح هو بمشكلة توقفين كذي على جنب وتخلينه هو يحل مشكلته، انت توجهينه، انت ما تلقنينه. يعني وايد من الاباء مع الاسف الشديد انه يربطون البر في انه يعني سوي لي حياه عيالهم، تزوج الفلانه، تزوج اي فلان، تخصص الفلاني. لا، هذا ما له علاقه بالبر، هذا ما له شغل، ما له شغل بالحب، لا ولا مرضى عليك، ما له علاقه بالبر اصلا. ولا وازعل منك وما ارضى عليك، ليش؟ لان عندها خلاص ان انت ملكي، ملكي، انت تسوي لي انا ابي، انت تتخصص تدش الجامعه اللي انا بيها، هذا حلم حياتي، حقيقه انت حلمك، شنو لك علاقه في الولد؟ اذا مفهوم الامهات والابهات مفروض ان ابني هو ابني، ولدي ولدي، صحيح، بس مو حياتي، مو حياتي، فعلا مو حياتي. يعني انا اتعامل مع ولدي انه هو جزء من حياتي، صح، المسؤول اني انا اعطيه اربيه ووجهه، وفي النهايه خياراته في الحياه، خياراته، لا خيارات. احنا قاعد مثل ما قلتي تفضلتي دكتوره، قاعد يحرمون عيالهم من خياراتهم، يحرمونه من يختار زوجته او تختار زوجها، تخصصه، التخصص الدراسي، او انه يبي يدرس او ما يبي يدرس او بيشتغل. حتى الاصدقاء، يعني انا عندي ايش كثر ناس يتدخلون حتى في صداقات أبنائهم، لا أنا علمه كيف يختار الأصدقاء الجيدين، صالح، أوجهه، أشوف مثلاً في خطأ كذي أنصحه، لكن أخليه يخوض التجربة. كيف يتعلم؟ شلون يتعلم إذا هو ما أخطأ، إذا هو ما انخذل، إذا هو ما انصدم، إذا هو ما مر في علاقات يعني سامة في حياته توجهه وتخليه يعرف؟ أنت على كثر ما تمرين وتعرفين على ناس، أكيد طبعاً مع الوقت راح تعرفين هذا الشخص يناسبني، هذا الشخص ما يناسبني، هذا أنا أقدر أكمل في قصة حياتي، هذه قصة حياتي عندها تقف. وهني يعني نقطة قالت الدكتورة موضوع العلاقات السامة، وهذا يعني افترض ان احنا يعني كذلك نشير لها اشاره مهمه. يعني دكتوره تكلمت كلام في غايه الاهميه وفي غايه الموضوعيه فيما يتعلق في ان اخلي ابني ياخذ قرار، بالنهايه انا ما الغيه، اترك له القرار في انه ياخذ قراراته في حياته. الشيء المهم جدا ان وجود الابناء هم وجودهم مو من اجل ما هم يستمدون منك او ياخذون منك، انت صحتك النفسيه اولى، انت صحتك النفسيه وحياتك ومتعتك هم موجودين من اجل ما تستمتع فيهم. بس انت متى ما طغى الامر هذا، متى ما انعكس تبدلت العلاقه هني، صار ان انا حتى انا كولي امر صار محور حياتي ابني، بديت ان انا افكر فيه، اهتم فيه، اعطيه زياده والغي حياتي، الغي المراه مثلا من زوجها تلغي طلعاتها مع رفيجاتها عشان عيالي، صح. انا اقول طلعي اعطي وقتك، اعطي عيالك وقتهم، صح. دورك كأم سويه، بس كذلك عندك دورك كانسانه كزوجه، تطلعين مع رفيجاتك تسوين حياتك. كذلك الاباء لا يصير محور حياتكم ابنائكم، اطلع مارس حياتك انت كشخص، لان بالنهايه متى ما انت عبيت نفسك، وانا اتكلم على الشحن في يعني هو مثل الموبايل، الموبايل انت تحتاج تشحنه، هذا موبايل اذا ما شحنته خلاص في البطاريه وما يشتغل. الشحن شلون يكون؟ نعم، انت هذا دورك انت كولي امر، كان ام، اب، خاله، خال، عم، موجود انت مع الشخص هذا، دورك تقوم فيه على اكمل وجه، بس انت محتاج تشحن نفسك، تشحن نفسك، تطلع تروح تمارس شيء تحبه، لان اذا سويت شيء تحبه هذا راح تشحن نفسك، راح يكون عندك القدره انك تعطي العطاء المطلوب منك انت ودورك كولي امر. هني مهم جدا في مفهوم الشحن، تشحن نفسك صح عشان تقدم صح. انا عندي سؤال يعني ابي اسالك اياه انت قبل اسال الدكتوره، منو اكثر عرضه للاصابه بالتعلق المرضي، النساء ولا الرجال؟ خلينا نشوف الدكتور ايش راح يقول لك. اقول وانا مقمض يعني النساء اكثر. انا توقعت انك بتجاوب كذا. ليش عندكم اعتقاد في الرجال اكثر عرضه؟ لا، هي ما في اجابه علميه تثبت، يعني انا قلت لك ان الابحاث شحيحه بهالموضوع، يعني في اضطرابات انا اقول لك النساء اعلى، بس ما في اي بحث او اي دراسات اثبتت ان النساء او الرجال، بالعكس انه وصلوا انه يعني هي ما لها شغل في الجنس، ولا لها شغل انه هو رجل او امراه، ولا لها شغل في نوعيه العلاقه، هو لها شغل شلون انت مستعده نفسيا، صح. كيف تربيتي نتيجه التربيه، كيف تعلمتي الاساسيات بالحياه، شنو تعلمتي عن الحب؟ انت لما تنولدين شيء فارق صفر، صح. فالاهل هم يربولك او المعنيين في التربيه، وبعدين المفروض احنا اللي نبتدي ننقح الاشياء هذه والافكار هذه، مفاهيم الحب، يعني مفاهيم الحب احنا الصحيحه
ان انا اسمح لك انك انت مثل ما تفضل دكتور حمد ان اسمح لك تعيش حياتك، اسمح مساحة. لك ان مساحه نعم. كذلك اسمح لك ان انت تكون انت، ما اقول لك سو كذي. في امهات يقولون حق عيالهم او معنيين في الرعايه انا اذا سويت كذي انا راح احبك، راح ارضى عنك اذا سويت كذي، ما له شغل. دكتور انا للحين انا اربط الحب بالنساء ولا الرجال؟ ولا احد فيهم، ولا احد. ايه؟ انا بس بعلق عليك دكتور، طبعا انت على طول قلت النساء، لان النساء بطبيعتهم يعني عندهم مشاعر ويحبون الحب، انزين عشان شي قلت على طول النساء، لكن في رجال وايد نشوفهم باسم الغيره يتكلمون ان انا اغار لا تسوين، انا اغار لا تحطين، انا اغار لا تروحين الدوام، انا اغار لا تسوين كذي، انا اغار لا تطلعين. ومثل ما قلنا ومثل ما قالت الدكتوره قبل شوي ان التملك هو اسباب التعلق، وهذا يعتبر تملك. نعم. لكن انتم مبطنين. انا لما اقول مبرر اجابتي اللي قلت النساء، انا اكيد عندي تبرير طبعا اكيد لها، ان لما اتكلم انا على جل الحالات اللي تكون عندي او جل الامور اللي عندي هي من النساء. هل لان المراه مثلا عندها القدره وتاخذ قرار اسهل من الرجل؟ مثلا في رجال يقول والله يعني انا استحي او اخجل اروح عند دكتور نفسي واقول ترى انا متعلق بالانسان هذا او متعلق بالانسان هذه، فقد يكون هذا انا صح. بنيت الاجابه مالتي صح. بنيتها على امر شائع في المجتمع، اقبال النساء على البوح في مشاعرهم، وهذا يخليهم يتحررون من التعلق احيانا. نعم. الرجل لانه يستحي ولانه يكبت فممكن ما يتحرر ولا يروح يعالج ولا يروح يتكلم، فممكن هو ما يتحرر يعني من التعلق. في دراسات تثبت ان الرجل بالطلاق يتاثر اكثر من المراه، اكثر من المراه. لكن المراه اكثر صلابه نفسيه من الرجل، يعني المراه اكثر صلابه في الحياه، اكثر مرونه في الحياه، مع انها يعني هي ما شاء الله عليها عندها بنيه نفسيه وايد قويه، فعندها مرونة في التنقل وال يعني المرور من أي موقف. لكن شنو المشكلة؟ قلت لك هي المشكلة إن إحنا تعريفنا للأشياء، إحنا ما نعرف شنو يعني حب، ما نعرف شنو يعني تملك، ما نعرف شنو يعني تعلق، ما هذه كلها داشين مع بعض في مفاهيم يعني متناقضة ومو واضحة، ما في وضوح فيها. وهذا السؤال اللي راح أطرحه وأبي جواب منكم أنتوا الاثنين دكاترة. شلون أعرف إن هذا الشخص حاليا شخص متعلق؟ شنو البوادر، شنو الأشياء اللي تبين عليه إنه يعطيني إن هذا انطباع هذا الشخص متعلق؟ نرجع نفس المثال اللي قلناه في البداية. أوكي. عشان يكون هو المحور. لما يكون عندي كتاب عنوان الكتاب هو أنت. هني أصل المرحلة. مش شنو يعني أنت؟ يعني إذا زعلت، إذا أنت مضايق أنا زعل، أنا حياتي توقف تماما إذا الشخص هذا اللي أنا أحب أو متعلق في التعلق المرض هني هو زعلان علي، مو قادر أمارس يومي، لازم أكلمه، لازم أعرف هو وين، لازم أعرف إن لازم يقدمني هو الكلام، لازم يكون مود حلو. يعني تخيلي في أشخاص في علاقات أو في حالات عندي إذا مودك أنت مو زين يخترب موده طبعا، يخترب مودي طبعًا. أنا وأتكلم إن حياتي كلها توقف طبعا، أنت مو طالعة أنا ما أطلع، انت زعلانه انا ازعل، ممكن يكون الشخص هذا اللي انت متعلق فيه زعلان من شيء خارجي ما لك شغل فيه انت. بس هذه المشاركه في المشاعر، المشاركه اتكلم نعم مهم جدا، اني انا الدعم الاجتماعي مهم، اني اقدم الدعم، بس اني انا ما اصل الى الدرجه المرضيه، الدرجه المرضيه اللي هي اني انا اكون الرفلكت، شو تصير انت انا اصير نفسك، هنا يصير المفترض. دكتوره شلون تعرفين اللي قدامك ان هذا متعلق؟ ما يعرف ولا شيء عن نفسه، يعرف كل شيء عن الشخص اللي قدامه اللي هو متعلق فيه. أي. يعرف شنو يحب شنو ما يحب، شنو يبي شنو شعوره الحين، بس هو عن نفسه هو ما يعرف شيء. فالتعلق ان احنا ليش نسميه انه هو نوع من انواع الاضطرابات؟ لان انا انسى نفسي، القي شخصيتي، ما يعني القي كل شيء يخصني، حتى لدرجه انه هو ما يدري هو زعلان ولا هو زعلان عشان يعني هو زعلان ولا عشان هو زعلان ولا عشان الشخص زعلان. دكتورة عنده تفاوت في استيعاب المشاعر. راح نشوف الاستطلاع للحين ونرجع نكمل نفس الحديث ونشوف الاستطلاع هذا. تعلق مرض. طبعا يكون التعلق مرض. تعلق؟ لا كذي اوكي كذي زين كذي زين. التعلق يكون مرض اذا كان الشيء زايد عن حده، اي شيء يكون زايد عن حده يكون مرض، اما كل شيء طبيعي يكون يعني ما في مشكله فيه، اما يكون فايض عن الحد هذا يعني التعلق بالله هو بس المسموح فيه. لازم الانسان يكون متزن، الامور لما تكون متزنه كل شيء يكون تمام، اما كل شيء زايد عن حده ينقلب ضده. طبعا التعلق بيكون مرضي لما ما نقدر نسوي اي اكتيفيتي بالحياه الا لما نكون مع الاشخاص اللي نحن متعلقين فيهم،
أو نكون رابطين كل إحداثيات اليوم بهدول الأشخاص المعينين. فأنا برأيي أنه هذا شيء غلط أنك تربط حالك بحدا لدرجة المرض، فمفروض ينحل. مفروض كل واحد يكون عنده سيطرة على حاله وما يتعلق لدرجة المرض. يكون التعلق مرض إذا زاد الشيء عن حده، يعني كل شيء يزيد الشيء عن حده ينقلب ضده. يعني مثلا تعلقي في مثلا والله الأشياء الإلكترونية، أبنائي لما يتعلقون في الآيباد والألعاب هذه زيادة، هذا يصبح مرض. تعلقي في العمل وابتعادي عن أسرتي هذا يعتبر مرض. تعلقي في زيارة وطلعاتي مع ربعي ودواويني وابتعادي عن أهم النقاط الثانية أيضا هذا يعتبر مرض. يمكن الشيء الوحيد اللي ما يعتبر مرض هو تعلقي يعني في كتاب الله أو أمور الدينية، يعني هذا الشيء الوحيد اللي بالعكس يعتبر حسنة. أما باقي الشغلات الأمور الدنيوية فهي تعتبر كل شيء إذا زاد عن حده ينقلب ضده. أحيانا يكون التعلق مرض بسبة الحب الزايد، الاهتمام الزايد يخلينا نحب الشخص نفسه ونتعلق فيه أكثر. فممكن نقول هني على حسب الشخصية نفسها، على حسب الأشخاص إذا كانوا مقربين، إذا كانوا مثل الأهل الأصدقاء هني لا يمكن أن احنا نستغنى عنهم. إذا كان الشخص نفسه مهم بالنسبة لنا فهني ممكن نقول مرض أو زيادة اهتمام. فهذا هو التعلق، يكون ممكن لا سمح الله أنه يكون مرض، إن شاء الله ما يجيب المرض، بس إحنا نقول كذي. كل إنسان ما أقول لك إنه ما يتعلق، في فترة يتعلق بشخص هو كان أحد من أهله أو شخص عزيز عليه أو مكان يدمنه على طول يله، لكن لازم يغير، لازم أماكن لازم تغير، ما تتم نفس الأماكن. الأشخاص تقدر تقول يعني مرات نحتاج إحنا أيضا نغير الأشخاص هذه، طبعا ما عدا حبنا للأم تعلقنا للأب هذا شيء ثاني مختلف تماما. عادة هو يكون مرض بسن معين لما تقوم تفرق أحبابك عن بعض ويكون over limits بالمعاملة بالتصرفات، حب هوس يكون، يعني مو حب طبيعي، يعني عادي تسلمك كل فلوسك هذا طبيعي، يعني over يكون مو شيء normal. يمكن شفنا الاستطلاع قاعد يأكد لنا نفس الكلام، ونبي نأكد على الأشياء اللي تدل إن هذا الشخص متعلق. أول شيء إن الإنسان ينسى حاله، ما يعرف نفسه، ما يعرف اهتماماته. دائما إحنا نقول إن الحب حرية، التعلق سجن. الحب إن أنا أكون منطلقة بالحياة، التعلق إني أنا أكون يعني مقيدة في الحياة. فيعني الإنسان شلون يعرف إنه متعلق؟ لما ينسى حاله، لما ما يعرف اهتماماته، لما كل حياته محصورة على كيف هو الطرف الآخر يعني يعيش حياته ويعيش تفاصيل هذه الحياة. عشان كذي في مقولة وايد مهمة يعني تفسر التعلق، إن أنا لما راح هذا الشخص قمت أشوف حياتي بشكل واضح، قمت أعرف أنا شنو أحب شنو ما أحب، شنو أبي شنو ما أبي. الإنسان المتعلق بعيد عن أهدافه، بعيد عن حقيقته، بعيد عن اهتماماته. فعلا دكتورة، وبعيد عن حاله. الشخص المتعلق أول ما تنتبه له أنه دائما عند عدم اكتفاء من الشخص الثاني. وتشوفينه بالسوشيال ميديا أول واحد يحط لايك، والله العظيم أول واحد يحط لايك، يتابع كل شيء وكل التفاصيل. هذول مع المشاهير، يعني شلون تلقين ناس متعلقين بالمشاهير، يعرف كل شيء عن المشهور. سألي سؤال واحد عن حياته الشخصية ما عرف ولا شيء. فنرجع دكتورة نقول ان شلون تعرف ان هذا الشخص متعلق، عشان اي احد اللي قدامك موجود معاك يعني ينتبه، ان اول شيء الناس تنتبه له، تقول له ترى يا فلان كأنك مزودها مع الشخص، لازق معاه، تلاقيه دائما يقول ما يحبني، ما يهتم فيني، يسال وايد وكثير الشكوى والتذمر، لان ما عنده اكتفاء. فهذه اول ما تشوف هالاشياء تعرف ان اللي قدامك شخص متعلق. لو بعد في نقطه مهمه طبعي. يعني بس ان استاذنك دكتور طبعي. ان في ناس ترى يمرضون طبعا. انا يعني انا راح ارجع اتكلم دكتور عن الم الانقطاع. لا مو انه مرض، هذا ترتفع درجه حرارته صدق طبعا. يعني لما يهدى هذا الشخص او انه مثلا يطلع معاه او ما يرد على اتصالاته ترتفع درجه حرارته، وفعلا الارتفاع حقيقي مش ارتفاع وهمي. والدليل شنو؟ ليش السبب؟ السبب ان انا وينه ما رد علي، ديزني لوكيشن سو، ليش كل هذا؟ فتلقاي كنا كونن يلاحق ويدور. هذا اللي ابي اوصل له، الم الانقطاع لما الانسان يبتدي هذا الشخص المتعلق.
طبعا اي احد متعلق الشخص لا شعوريا يهرب من عندك، الشخص الثاني او الوظيفه او الهدف او اي شيء انت متعلق فيه يبتدي يهرب، لان انت قاعد تضيق عليه الخناق، يعني قاعد تضيج عليه فيصير فيه هروب. فاول المشاعر مالت الم الانقطاع هذا لما ينحاش منك الشخص اللي انت تحبه شنو هو؟ يعني هي باختلاف الاشخاص، لا يمكن نحدد يعني شعور معين او سلوك معين للاشخاص، اكيد هي تتفاوت بحسب تعلق الشخص هذا بالشخص الاخر. طبعا في مثل ما تفضلت دكتوره ناديه، في ناس يمرضون، في ناس تصل الى درجه الانتحار وصارت، يعني مو كلام، انا في ناس يعني انه خلاص الشخص هذا دائما بعيد عني، انا حياتي ما لها قيمه. وهني انا يعني مهم جدا احنا كذلك يعني نوصل رساله توعيه من باب يعني الامر درسناه واللي مهم نقل للاخوه المشاهدين. ترى نرجع على 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 موضوع التامل او التخيل، ان انت ممكن تتخيل كل سيناريو بحياتك، ان هذا قد يكون علاج لموضوع التعلق. بالنهايه الشخص هذا انت متعلق فيه لو ابتعد عنك هي ما هي نهايه الكون ولا نهاية الدنيا ولا نهاية يعني حياتك انت. هني طبعا في اشخاص كانوا يعني للاسف يروحون الى 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 انحدار لقرارات قد تكون يعني تصل، قلنا احنا الى الانتحار. احنا ما ودنا نروج الفكره هذه كثيره، ما ودنا نطلق المصطلح هذا كثير، ودنا نحطه في ذهن الاشخاص، بس يصل الموضوع هذا. هذا التعلق يعني يصل بالشخص الى انه هو يرغب بنهايه حياته او ينهي حياته بسبب ابتعاد الشخص هذا، معناته انت لاغي نفسك من زمان. ولازم كنت عندك اويرنس وعندك وعي ان انت يجب عليك ان انت توقف. احنا دكتور متفقين انه هو لاغي الوعي بنفسه من زمان. نعم. احنا قاعد نقول ان الم الانقطاع او لما يوخر عنك الحبيب شعورك ان انت كنا انقطع فيك الحبل، كنك قاعد تغرق، كنا التنفس يصير عندك اضطرابات في التنفس حتى. فالغرق هذا انا هذا اللي بوصله، ان الغرق هذا يخليك تروح الى مناحي اسوء. شو المناحي الاسوء؟ هني يبدون يعني الاشخاص انه عشان انا مثل ما تفضلت انه واحد غرقان بيطلع، فهني تبدا المغريات الاخرى مثلا، وهني طبعا يودينا حق امور اخرى. يمكن مثلا موضوع يبدا يقول لك والله الشخص هذا، وانا عندي حالات يعني يقول لك والله هاك الحبه هذه راح تنسيك، اخذ الشيء هذا راح ينسيك، جرب الشيء هذا راح يطلعك من العالم هذا. فيبدا الموضوع هني يبدا الشخص يبي يسوي اي شيء، يعني هو غرقان والغرقان ما يقدر يتبلل، فدام انه غرقان باخذ اي شيء عشان يطلعني، فاخذ عطني حبه تنسيني، ابي انسى، ابي اطفي مخي، ابي اوخر على الشعور هذا. فهني يودينا حق مناحي اخرى، وهني نتكلم على ادمان امور اخرى، نتكلم على ادمان حبوب، ادمان للمخدرات، ادمان لامور ثانيه بسبب ادمانه لهذا الشخص، ادمانك لهذا الشخص، فيوصلك حق مناحي. فدائما احنا نقول الشيء لما يكون في المعدل الطبيعي في الرينج الطبيعي هني يكون في، او ما يصل درجه مرضيه يكون دائما الانسان في صحه نفسيه عاليه. دكتوره ما نبي نوصل للقاع، يعني احنا في رسائل من قبل لما ناس نبهتنا قالت لنا يا فلان كأنك مزودها، ترى كأن عيالك ماخذين وقتك، كأنك اهملتي حياتك. ففي مثلا ازواج لما يتوفى احد الزوجين توقف حياته ويموت، توقف العالم، ويوصل لمرحله انه يموت. في ناس لما يتقاعدون خلينا نقول انه هو متعلق بهالوظيفه، فلما يبتدي مرحله ما اهل نفسه للتقاعد فيبتدي تحوشه امراض خطيره، سكر، ضغط، سرطانات، امراض، يعني مثل ما يحس انه ما له اهميه. لا بالضبط، لانه هو ما بلش يحضر نفسه ويهيئ نفسه ان انا ممكن بيوم من الايام افقد هذا الشريك، بحادث، بوفاه، يمكن قرر يبطل يحبني او ابني. في ناس وايد امهات لما يتزوجون عيالهم هم يتلاقينهم هم قاعد يتزوجون عيالهم وبنفس الوقت تمرض بعد ما يتزوج ولدها او تتزوج بنتها، او ان تقول لك انا بتزوج ولدي بس هي من داخلها ما تبي تزوج، ما تبي يروح يتزوج، ما تبي يعني هذا التملك اللي مثل ما قلنا هذا نوع من انواع العلاقات. يعني هي يعني العلاقه هذه تكون ان انا اقول الشيء لكن انا ديب انسايد انا ما ابي هذا الشيء يصير، فهذا موضوع اخر بعيد شويه مبتعد عن التعلق. فاحنا ما نبي نوصل لمرحله ان الانسان يوصل انه يموت ولا يمرض ولا يدخل في امراض خطيره علشان هو فقد هذا الشخص. نعم. الشخص الثاني
فشنو احنا ممكن نسوي؟ وهني موضوع التعلق يعني هو اكيد في 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 خيارات كثيره، بس احنا موضوع التعلق عشان كذلك تصل رساله للمشاهد ان احنا ما التعلق ترى قد يكون في مكان، أوكي. قد يكون في وظيفه، قد يكون أوكي. في اشخاص، قد يكون أوكي. بس احنا شلون نحمي نفسنا من الخطر هذا او من الالم هذا، او مثلا ما نقع في 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 في, في الحفره هذه، وانا اسميها حفره ان هي ممكن تكون فيها وما تطلع. أوكي. فانا اتكلم دائما تكون انت دائما تحط حد وخط، الخط هذا الذكي والعلاقات الذكيه والعلاقات الصحيه، وانا اركز على كلمه صحيه لان الدكتور نادي تكلمت عن مفهوم مهم وهو العلاقات المسمومه. العلاقات متى ما كانت تعتقد انت في ظاهرها انها حلوه ومستانس فيها ومريحه، بس هذه علاقه مسمومه، صح. علاقه فيها خنقه، علاقه ما فيها المساحه اللي انت تحتاجها كشخص. فهنا لما متى ما وصلنا حق ما وصلنا محطين الخط اللي احنا نعرف فيه الحد الفارق ما بين العلاقه الطبيعيه والعلاقه المسمومه، هنا راح ندخل في موضوع ان لو فقدت العلاقه هذه راح ادخل في الم الفقدان، صح. الم الابتعاد، وهني راح ابدا اندرج تحتها او ابدا ان الموضوع هذا يسوقني لامور اسوء وامور اخطر. فاعرف اني احط خط، والذكي دائما في العلاقات الذكيه اعرف متى احط الخط، الخط هذا هو اللي يحدون امر يوصل. خلينا نشوف هذا المشهد والفاصل ونرجع لكم مره ثانيه. وانا يمي اللي من كثر الحب اللي يسموني دلوعت امي، تشكي بحبي انا ما اقدر ابعد عنه شيء يمي، انا مثل الطير وانت القفص الحديدي يا يمي، ما اقدر ابعد عنك اموت يا يمه، وانا فنان واحساسي مرهف يا يمه، ومثل ما يقولون ان الفنان لا يحقد ولا يكره يا يمه، ويمه قلبي مملوك لك، وكل لفظه تقول فيه قماشه قماشه. شفنا المشهد بخالتي قماشة شلون أحلى قصة عن التعلق، أحلى قصة عن التعلق وأحلى قصة عن التملك بعد، الأم تملكتهم والعيال متعلقين الأم اللي تلقي شخصية أبنائها، صح. فيعني هذه يعني خالتي قماشة من أحلى القصص اللي عن الأم المتسلطة، الأم اللي تبي هي محور الكون، هي من العلاقات السامة في تخصصنا، هي العلاقة اللي أنا أهم، أنا مصدر الحب، أنا مصدر العطاء، أنا معاي راح تكون سعيد، بدوني الدنيا سوداء، الحياة ما هي وردية، يعني فهني شنو أنا أربيهم على شنو؟ أربيهم إنه خلاص إنه إذا أنا موجودة ماكو شيء. فتلقين الأبناء إنه إذا سافرت أمهم أو إذا طلعت أو يكتئبون. يعني أنا عندي علاقتي مع بنتي، أنا عندي بنت وحيدة. من هي صغيرة ما آخذ عنها قرارات. وكانت دائما تعاتبني لما كانت صغيره في العمر، ليش انت ما دافعتي عني بهالموقف، ليش يا يما؟ فانا يعني اقول لها انا ابيك انت تاخذين قرار. اليوم هي يعني هي الحين احنا على ايامنا ثالثه ثانوي، بس ما اعرف الحين ما الحين هي شنو قاعده، هي الحين شخصيتها وايد قويه، وكل الناس قاعده تشيد بشخصيتها، وان انت شلون كذي وصلتي لهالصلابه النفسيه وهالقوه. فعند هذا عند لما هي قامت تقول لي شنو راي الناس فيها، وان اختاروها في المجلس واختاروها ان هي تمثل الطالبات وكذي، هني قلت لها عشان كذي انا ما كنت ادافع عنك قبل، عشان انت تكونين شخصيتك بعيده عني، انا عندي شخصيتي المستقله، انت ايضا لك شخصيتك المستقله، انا اوجه لكن انا ما احل، انا ما اتدخل في شيء. عشان كذي رساله لكل المعنيين في التربيه، لا تتدخل، الله يخليك، خلهم يعيشون تجربتهم في الحياه، خله يكون شخصيته يفهم نفسه، عشان لا ندش في اضطرابات ثانيه، مثلا اضطرابات شخصيه الحديه، من اكثر الناس اللي من اكثر اضطراب يفسر التعلق اضطراب الشخصيه الحديه، يخاف من الهجران مثل ما تفضل الدكتور، يحاول ينتحر، يحاول يلفت النظر، يسوي المستحيل عشان شنو؟ عشان انت بس ما تهده، دائما تكون قريب منه. وهذا من وين يا؟ صحيح. يا من الاساس ومن طريقه التربيه، ايضا العلاج نحن نرجع. الحين احنا نبي نوصل حق العلاج، احنا تقريبا باقي لنا 5 دقائق من حلقتنا نبي نتكلم فيها عن العلاج. نرجع احنا لازم عشان نعالج، احنا نرجع في التكوين الاساسي للمشاعر. شنو يعني حب؟ شنو يعني ارتياح؟ شنو في ناس احد لطيف معاهم سيده حسب عليه يحبه. لا، اللطف مختلف عن الحب. ان انا اساعدك، اني انا اقدم لك خدمه، اني انا ابتسم في وجهك، ان انا يعني اعطيك نصيحه او اسدي لك معروف، هذا لطف. بس هذا ما يعني حب نهائي. فنفرق في المشاعر عشان اعرف. بعدين في شيء اسمه تخمه بالشعور. شنو؟ احبك 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 لين اوصل مرحله خاص ما اقدر اسمع كلمه احبك. ولا اقدر اسم ولا اقدر احضنك 24 ساعه لين الحضن ما يكون له قيمه. او ان مثلا في مشاعر مبالغ فيها، نفس الاكل، انا اكل وجبه احبها كل يوم اوصل مرحله ما اقدر اشوف الطبق. نفس الفكره بالعلاقات في المشاعر،
كل ما حبيتي زيادة، كل ما تعلقتي زيادة، كل ما خسرتي. وفي موضوع مهم جدا، يعني أنا أؤكد على النقطة هذه بالعلاقة، ترى جمال العلاقة بالشغف اللي فيها. الشغف اللي أقصد فيه إن أنت دائما تكون متلهف، في شغف، في شيء جديد، في 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 دائما تغير. يعني دكتورة أنت تكلمت في موضوع مهم، أنت قاعد تأكل نفس الأكل كل مرة كل مرة كل مرة، فأنت قاعد تتكلم على شيء أنت خلاص تبدأ يعني تصل مرحلة أنه يعني ما يكون لا رونق ولا يكون لا طعم. أتكلم عن الشغف، إني قدرة الشريكين أو قدرة الشخصين في إن دائما يخلقون شغف وشيء متجدد في العلاقة. وهني أتكلم على يعني أنا ليش أرد أكد على موضوع المساحة. المساحة تخلق نوع من الاشتياق، تخلق نوع من اللي هو نبي نرد نشارك أفكارنا، نرد نشارك الأمور اللي سمعناها واللي خذيناها بهالمساحة هذه اللي حطرنا فيها، رد نشارك يصير في حوارات. أما تخيل شخصين أو زوجين مجابلين بعض طول الوقت، يطلعون مع بعض، يروحون مع بعض، إذا مو مع بعض فهني يصير الموضوع أنه خلاص يصير فيه تعود، حتى الحوار ما كان موجود. فدائما أتكلم على الشغف وأتكلم أنا على المساحة اللي تعطى، لذلك إنه يكون في حوار، يكون في نهج، يكون في أسلوب في التعامل فيما بينهم وبين. بس دائما أتكلم أنا على موضوع كيفية العلاج، وإني هذا الموضوع اللي أنا يعني أعتقد دكتور كيفية العلاج إنه تكون لما الإنسان يسوي توازن في حياته، طبيعي. يعني ينتبه حق التوازن، من يشوف إنه هو قاعد يتجه شوية زيادة في أي اتجاه، في أي موضوع، في أي شخص، مع أي شخص، إنه يبتدي يعدل، يسوي توازن. صحيح. ثاني شيء إنه يكون في خيارات قدامي. الحياة مبنية على الوفرة، لما يكون في شح في الخيارات هني يبتدي يصير تعلق، لأنه هو يعتقد إنه هذا هو يعني محور الكون، محور الكون، وهذه هي النهاية. يعني أنا إذا ما انوجدت مع هذا الشخص أنا ممكن ما راح ألاقي شخص جيد آخر، لأنه ما قاعد يجرب. إذا ما الوظيفة هذه إذا أنا طلعت منها يمكن أنا ما راح ألاقي وظيفة. فإذا ينتبه أن الحياة عبارة عن وفرة، يجرب، يفتح حق نفسه مجال أنه يأخذ خيارات جديدة، أشياء جديدة، تجربة جديدة، يمكن التجربة هذه تكون أفضل. فالتوازن، التجربة والوفرة، وتصحيح مفاهيم المشاعر، وإن الإنسان يكون مسؤول عن نفسه في إنه يصحح مفاهيمه ويصحح حياته، ويكون مسؤول هو. أنا لما أعتمد على أمي، ولا أعتمد على الشخص الثاني، ولا أعتمد على هذه الوظيفة، إذا أنا في هذه الحالة أنا قاعدة أقيد نفسي، أنا معتمدة على الناس، إذا أنا هني أكيد بتعلق فيهم. أنا تخيل يعني أنا الوظيفة هذه هي اللي توكلني، هي اللي تعيشني، هي اللي تصرف علي، أكيد بتعلق فيها. لكن لما أحط ببالي إن أنا ممكن ألاقي وظيفة واثنين وثلاثة، ممكن إذا ما كانت في الحكومة ممكن في التجارة، ممكن أنا أسوي أي شيء، أي شيء، أخلق لي أي مجال ثاني غير هذا الشيء اللي أنا متعلق فيه علشان أقدر أنتج. أبي أضيف نقطة، أنت قلتي التجربة وقلتي التوفر، أنا عشان بس أخلي ترتبط بذهن المشاهد، إحنا قاعد نتكلم عن التعلق. الأوبوزيت مال التعلق أو النجاح أو العلاج مال التعلق هو التأمل. قناعتي أنا التأمل أو التخيل الإيمجري. يا جماعة استخدموا التأمل. التأمل اللي أنا أتخيل كل شيء بيصير بحياتي، أتخيل السيناريوهات اللي بتصير بحياتي، أتخيل لو فقدت الشخص هذا شنو بيصير، وأنا قاعد حلو الشخص معاي ومستأنس ومبسوط معاه، أتخيل لو فقدته إيش راح يصير. طيب أو هيئ نفسي حق المرحلة هذه. صحيح. التهيئة النفسية حق المرحلة هذه ما هو شيء سلبي، ولا هو مدعاة للإحباط، ولا مدعاة إلى السلبية. لا يا جماعة، يكون واقعي دائما في التعامل معي، دائما يقول تأمل، والتأمل أتخيل كل شيء يصير بحياتي، وظيفتي راح أفقدها بالنهاية، ما راح في شيء يعمر. الشخص هذا راح أفقده لأنه ما في شخص يخلد. كل شيء في حياتي أتخيله، وأتخيل لو أنا فقدته شنو راح أسوي، وبعدها لو خلقت السيناريو هذا شنو راح أسوي، A B C راح أسوي كذي، طيب لو صار كذي راح أسوي كذي. أتخيل كل سيناريوهات عشان لو صارت الواقع الحقيقي أنا أكون مهيئ نفسي نفسيا للتعامل معها. يعني تخيل راح أفقد الشخص هذا، ولو فقدته شنو راح أسوي، راح أتعامل وياه واحد ثلاثة، عشان لو فقدته بالواقع الحقيقي أنا مهيئ نفسي ذهنيا عشان أتعامل مع الموقف هذا وقت الحادث الحقيقي، فعيش الموقف موقفين. أوكي. فهني يكون الذكاء. فدائما يا جماعة أنا أقول العكس مال التعلق، يا جماعة التأمل، التأمل شيء عظيم جدا في علم النفس، فدائما استخدموه له فوائد كثيرة. يعطيك العافية دكتور، شكرا. مشكور جدا. ما قصرت، وفيت وكفيت، يعطيك العافية دكتورة، واستمتعنا في الحوار صراحة. يعني كلام مهما طال ما راح يوفي أكثر. نعم. أعزائي المشاهدين خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع. نعرف أن المرض ما يؤثر فقط على الصحة الجسدية للإنسان، ولكن أيضا يؤثر على الصحة النفسية.
من حلباب تأسست جمعية السدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان. جايين نتعرف على هذه الجمعية من خلال ضيفتنا الأستاذة المعالجة النفسية ألطاف العيسى. حياكم الله. أهلا وسهلا فجر، حياكم الله. الله يحييك. أنا جدا سعيدة بوجودك معنا في برنامجنا ساعة إلا. وأنا أسعد. أستاذ ألطاف، ممكن تعطينا نبذة عن الجمعية، جمعية السدرة؟ شوفي، جمعية السدرة بدأت فكرتها من سنة 2019 وتطورت ووصلت إلى قدرنا نسوي هذا المكان، لأنه هذا المكان إحنا مسوينه لما وزارة الصحة سمحت يعني تعطينا إياه. فبدينا شغل ب 2013. كان أساس شغلنا هي مساعدة مريض السرطان لتقبل المرض، ومساعدة أهله، ومساعدة الناس اللي حواليه، إن كان دكاترة، إن كان نيرسز، إن كان شغالين بالكيموثيرابي وراديشن وكذي. هذا بالضبط اللي بسأل عنه، إيش كثر يأثر مرض السرطان على الصحة النفسية للمريض والاجتماعية؟ شوفي، مريض أي مريض نسبة من مرضه هو ناحية نفسية، وبالذات مريض السرطان نسبة نجاحه إذا صارت نسبة ناحية النفسية عنده على الأقل 70%. ليش؟ لأن مرض السرطان صدمة. 70% نسبة وايد كبيرة. مو هذا اللي احنا بشغلنا نحاول نوجد هذه داخل الانسان او داخل مريض السرطان. وها من اي ناحيه تقدرون انكم تعالجون هذه المشكله او تساعدون هذا المريض؟ شنو الخدمات اللي تقدمونها في المركز؟ شوفي، اول خدمات ان احنا نساعده من ناحيه نفسيه، بمعنى نشرح له انه المرض اللي هو فيه يمر في مراحل، والمراحل هذه عباره عن 7 مراحل. أول شيء عدم القبول أو العزلة، ثاني الغضب، ثالث شيء المساومة، أنا بعيش ولا بموت، رابع شيء يصير الواحد عنده اكتئاب، لأن الغضب والخوف يسبب اكتئاب، فحلو إحنا ننتبه له، خصوصا هذه الثلاث مراحل إحنا وايد نكون حذرين معه. إنزين، دامنا هذه في مراحل لمرض السرطان، في أي مرحلة هو يقدر يستفيد من خدماتكم؟ هو يستفيد من أول يوم هو يجد فيه، لأنه من أول يوم نشرح له المراحل، من أول يوم نشرح له اللي هو قاعد يمر فيه شنو هو، ومن أول يوم نشرح له قبوله لهذه الأشياء، لا يخاف من شيء كيموثيرابي، لا يخاف من يعني الإشعاعي ولا الكيماوي، لأنه هذولا لازم يطالعهم من ناحية إيجابية، إنه رح يساعدونه يتخلص من الجزء اللي داخل نفسه مو كله. يعني أهم شيء إحنا نحاول نوضح إن أنت مو مريض، وإنما عندك مرض، وفي فرق بين الاثنين. لأنك تقولين فجرني أنا مريضة، فأنت مريضة من شعر راسك لأظافر ريولك، بينما تقولين عندي مرض، فمرضك في مكان بس باقي جسمك زين. فهني شطارة أن نستخدم باقي الجسم وقوته أن نحارب اللي هو موجود. وإحنا على فكرة فجر كلنا عندنا خلايا سرطانية، ماكو إنسان ما عنده، بس أكو ناس تفعلت عندهم، أكو ناس ما تفعلت عندهم، وفي عوامل تفعلها اللي هو الجينات،
اللي هو نوعية الأكل، اللي هو تعرض لإشعاعات معينة غير صحية، هو نوع من الألم، مو ألم، اللوم. أستاذة ألطاف، شلون المريض مريض السرطان يعرف عن جمعيتكم؟ هل في تواصل بينكم وبين المستشفى المعالج لمرضى السرطان؟ هو في عندنا الدكاترة عندنا والمعالجين اللي بالسيتي سكان وهالأشياء، وايد هم لما يشوفون المريض متضايق أو هذا يا يتصلون فينا يا يطرشوننا ورقة من هم وشنو هو ويطرشونه عندنا، فهذا التواصل بيننا وبينهم وايد حلو. طبعا جدا مهم، يعني في ناس ما تدري اصلا يعني ان في جمعية تعتني بالصحة النفسية لمرضى السرطان. اهم شيء الحقيقة ان كل واحد عنده مرض سرطان ما يتأخر يينا، ودنا كلهم يونا وبابا مفتوح للجميع وساعاتنا مفتوحة للجميع، وحتى لو بس يجي يتفرج شنو احنا نسوي عشان يقتنع ان اذا احنا نقدر نسوي شيء ما نتأخر. يعطيكم الف عافية. اخر شيء حاب تضيفين اي شيء استاذة؟ انا ودي اضيف ان انتم مشكورين، ودي اضيف ان مركز سدرة دائما ابوابه مفتوحة للي يحب يتعرف عليه، يشوف شنو احنا قاعد نسوي وشنو ممكن نساعده. استاذة الطاف، انا حابة جدا اشكركم على مجهودكم اللي تبذلونه في خدمة هذا المجتمع وبالاخص مرضى السرطان، وننتقل الان الى الاستوديو. يعطيك العافية فجر على هذه الفقرة الجميلة، والحين وصلنا لنهاية حلقتنا بعد ما تعرفنا على التعلق المرضي واسبابه وطريقة علاجه. أحب أذكركم بأن الشيء اللي يزيد عن حده ينقلب ضده، وإذا حسيت أن علاقتك بغيرك مو طبيعية وقاعد تحس فيها بعدم راحة، اتجه حق قانون التوازن والوفرة ووسع خياراتك بالحياة علشان تقدر تشوف الدنيا بطريقة أجمل وأحلى. ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة.